لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. اليوم كنشوفوا كلا المعاناة، شفنا المعاناة الاجتماعية الأسرية حتى الزوجية، ولكن بعض الأوقات كنشوفوا بعض الحالات اللي مزرية وتدمع القلوب، والكلمات تتشتت في أفواه المسلمين. اليوم كنشوفوا معنا هاد السيده هادي اللي العمر ديالها ولا محدود، العمر ديالها ولات كتحسبو بالسويع بالدقائق بالثواني وما قاداش دير شي حاجه. المعاناه ديالها قدروا حنا نساليو اللايف، ولكن المعاناه ديالها بقى ما غتساليش. هاد السيده اللي كانت بخير وعلى خير وبقابله وليداتها على ما يرام، اليوم كنشوفوها تصابت سرطان الرحم، دموعها غالين على المغاربة. وهاد اللايف هذا بغيتكم كاملين تبارطاجيوه وتحاولوا تسمعوا المعاناة ديال هاد السيدة لأنها تستحق المساعدة. وكنشكركم كمتتبعين ديال القناة ديال شوف تي في اللي كتآزروا هاد الناس هادو وكتعاونوهم. كنتمنى منكم تعاونوا هاد السيدة هادي اللي العمر ديالها ولات كتحسبوا دقيقة بدقيقة وبثانية بثانية، اللي عندها ربعات الوليدات، وليد واحد وثلاثة البنيتات. كل نهار كتجي تشوفهم باش ما تخليهمش. الأم هي سند الحياة، سند الروح، والسند ديالك اللي كتكي عليه. كما كنقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات، وهاد السيدة اليوم ما بغاش تفرق الحياة حتى تشوف وليداتها، تشوف ولاد ولادها، وتشوف المستقبل ديالهم كيف داير. اليوم ما غنسمعوا المعاناة ديال هاد السيدة، وغادي تعرفوا بأن لا ينفع لا مال ولا بنون. واخا يكون عندك مال الدنيا، راه المرض كيحكم عليك وغتدفن في قبر واحد وتكونوا كاملين سواسية. أول حاجة السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك وعاودي لنا من الأول كيفاش جات مرض السرطان ومن غير ما كيتفرجوا. السلام عليكم، وكنشكركم اللي حليتوا لي هذا الباب، لعني كنت فقدت الأمان، يعني وطحت مرت ما بقات الامان ديالي وصافي. المهم اللي جيت كنشكركم عزيزه ما بشويش. المهم كنشكر هاد الناس، هاد الصحافه اللي وقفوا معايا، تا هما مساك الله يجازيهم بالخير. فاش 5 سنين فاش كنت مريضه بقيت دايزه المعاناه ديالي، يعني بقيت دايزه مريضه ما ديتهاش في راسي، ما مشيتش للطبيب حتى لهاد العام من جا في رمضان. يعني كنتي مريضة وتهوت راسك، مربانه يكون غير شي مرض خفيف. هادشي اللي مابقاش عقلت على راسي. صافي فاش طحت، فاش بقيت 8 ايام وانا طايحه من الغدا ليوم الغدا، ما تقضى عليا الوقت. صافي بنت جيت هنايا، جيت هنا الجديده، جابوني شي ناس. فاش جابوني لعند الطبيب قال لي عندك هذا المشكل، فاني عند الطبيب اختصاصي. فاش مشيت قال لي عندك العمليه، درت العمليه ما عارفاش انا يعني وشنو عندي، ما درت لا ريلير ولا حتى حاجه، ما عنديش فلوس باش نديرو. صافي توقفوا معايا غير الناس والاخ ديالي هما اللي تعاونوا معايا في ديك العمليه. فاش داروها ليا مشيت لدارنا لعند الوالده، انا با ميت مسكين الله يرحمه، ما عنديش الاب ميت، خلاني غير معني وبقى صغيره ما كنعقلش فيها بزاف. المهم الوالده تا هي دارت مجهود ديالها، وتا هي مسكينه راه عيانه شويه، وكما كان كافحت معايا هي والاخ ديالي والعائله اقرب ليا في هذيك العمليه. يعني ملي خرجوا ليا تحليلات خايبين، تصدمت صدمه خايبه، مابقيتش عارفه راسي شنو كندير. يعني وديك الصدمه تصدمت خايبه، ودراري قوات ما عنديش وباش غنعاود تحليلات. بقيت كنعيط للناس، كنعيط للناس تتواصلوا معايا، وداروا ليا هذاك ليريم، وداروا ليا باش الطبيب باش يعرف المرض منين فين كان، ويعني ومنين في تقريبا ديك البلاصه اللي حيدوا ليا منها هذيك الكوره اللي قال لي الطبيب على اساس كوره، انا ما عارفاش شنو عندي. صافي ملي دخلت لهذيك المرحله خايبه، صافي مابقاش عارفه راسي شنو كندير. واخا ملي عرفتي عندك هذا المرض هذا، وعرفتي ان الحياه ديالك كما قلتي لي انك تشوف حياتي
انا كنشوف حياتي تحطمات اليوم الغدا ما بقيتش مركزه على راسي، العني ورا باقا عندي الامان في مع الوليدات، ولا ما بقيتش عاقله على راسي شنو كندير. وجاني هذا المرض حيتنا يعني، وما عنديش حتى باش نمشي باش نعالج راسي بالخف، وصافي الوضعيه ديالي صافي ما بقاتش محكمه ليا بشي حاجه، يعني العمر ديالي ما بقيتش انا داير الامان، يعني كنعس في الليل صافي كنشاهد وكنعس، يعني وما كنحس انا براسي حتى كنفيق الصباح لي، وحتى الصباح ما كنعقلش يعني. كتشوف وليداتك قدامك وانت محافظ هو عليهم. وليداتي راه حد الان الوليدات ديالي راه محطميني، دابا كنجي نطلع عليهم وكل واحد في بلاصه، يعني والعائله ما غتشدهمش لك كلهم، يعني وراه عندي ثلاثه مجوج هذيك عاد راجلها، يعني ودوك الوليدات ما غيشدهمش لك الناس كلهم، العائله ولا الجيران ما يشدهمش ليك، يعني ودابا كندور كنطلع عليهم، يعني وكل واحد كل دوك الوليدات قاسماهم، يعني ورا ما شادهم مشادين مش لقي الناس في دار وحده، ورا الناس عارفين هادشي راه عارفين الناس. واخا غادي نسولك انك من بعد الله يبدا يشوف دابا شفنا ان الناس كاين الناس اللي تعاونوا معاك، كاين الناس يعني اللي كيقولك راه غنسافروا لكم ما كيسافروش. كيفاش تعاملتي مع الجو هذا اللي تجي؟ وتعاملت معاه بإيهوج، تعاملت معاه حيت انا باغاهم يعاونوني إيهوج، واخا عطاوني داكشي ما موش هو هذاك، انا معامله معاهم كنطلبهم وكنرغبهم يعني وكنطلبهم، انا كيما كان الحال كنتواصل معاهم، واخا ما عطاونيش في دوك الكوتات اللي صيفطوا لي العني، وتواصلت معاهم. شحال عندك تقريبا ديال المصاريف؟ وراه دابا المشكل نوب الاولى دابا، دابا حد الان كنخلص درك، كنطلب الناس وكيخلصوا لي، علاش داكشي علاش اللي قدو علي اللي قدو علي كيخلصوا لي حد الان، انا واقفه على سكانير خاصني يشوف الطبيب باش يشوف المرض واش تزاد ولا العني وشحال فيه من سنتي، ودابا تحليلات انا واقفه عليهم. علاش شحال تقريبا دابا كدوزي ديال العمليات؟ شحال خاصك من العمليات؟ شحال خاصك؟ خاصني ثلاثة الحصات هما الأولين ديال الشيمي، وعاد من بعد ثلاثة الحصات عندي العملية، ومن بعد العملية عندي ثلاثة البولات كلهم، يعني وكلهم هادشي راه بالمصاريف كتير عليا. داكشي رجاني قاصح يعني، ودابا راه باركة ثلاثة شهر يعني وبلا دوا، ما خصنيش أنا نجلس ثلاثة شهر. خاصك جلستي؟ لا ما خصنيش نجلس ثلاثة شهر. لا السبب؟ بسبب من المصاريف ما لقيتش يعني، باش نمشي انا باش ندخل الطبيب ولا ندخل لاي بلاصه ما لقيتش يعني. واخا تقريبا الطوطال ديال القدر اللي خاصك تخلص في العمليات وفي الدواء ديالك شحال تقريبا؟ وراه تقريبا واحد 12 مليون. 12 مليون؟ 12 مليون هذه غير قلت انا، امال هي راه اكثر، يعني راه اكثر من 12 مليون. يعني حتى داك المدخول ديال دوك الناس ما كافيش؟ لا ما كفانيش، لا ما كافينيش، لا واحد الان انا واقفه دابا على ليريم، وواقفه على تحاليل، لقيت واحد السيد مسكين الله يجازيه بالخير وقال لي خلص لي فيهم داك الشيء، علاش قد الكلمه الاخيره ديالي باقا مع هاد الوريقه ديال الله مخرجوها ليا، يعني وراه غتعاون معايا شويه، وباغا المحسنين تعاونوا معايا. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين لما تعاونوا معايا. المهم كنشكر الناس اللي وقفوا لي على هاد الوريقه ديال الله واللي عطاوا ليا، المهم كما كان انا شاده في يدي، وانا كنطلب في الناس وكنرغب في الناس، انا كنطلب المحسنين كلهم يتعاونوا معايا، والمشكل اللي عندي انا المشكل اللي عندي كله قلته، الله يرحم ليكم بالوالدين اخوتي اللي متعاونوا معايا، وكنشكر الناس تاع الجمعه كلهم تعاونوا معايا، ولكن هذاك الشيء راه ما كفانيش العني، راه المصاريف العني وعندي على العام، راه قلت الف مره المصاريف ديالي راه قاصحه بزاف، راه قلت انا واحد 12 مليون. المهم انتم كتشوفوا في الحاله ديالي وديول الجمعه الله يخلف عليهم تعاونوا معايا، شي ديول الجمعه تعاونوا معايا بالجهد ديالهم الله يخلف عليهم، وانا كنوجه لهم هذه الرساله، وباقا طالبه بالحق ديالي عندهم، حيت لما تعاونوش معايا غنضيع،
غنضيعو وغنخلي هذوك الوليدات مشردين، انا ما باغاش ولادي يتشردوا ليا. انا حد الان الولد ديالي ما غندخلوش للمدرسه حيت انا خارجه من الدار وما كاينش اللي غيقابله، ولا ما عنديش باش نشري ليه تكتير. العني والولد ديالي عنده 12 عام خاصو يقرا، حتى البنيات ما قارينش، ولكن الهدف ديالي هذاك الولد ما باغاش يضيع، ما باغاش يضيع. والله يرحم لكم بالوالدين لما تعاونوا معايا وكتشوفوا في الحاله ديالي كيفاش دايره. الله يرحم لكم بالوالدين، وتوع الجمعه الله يخلف عليهم، وكنوجه لهم هذه الرساله، باغاهم يتعاونوا معايا، باغاهم يتعاونوا معايا. والورقه ديال الله مهيج، الله يخلف على الناس اللي وقفت معايا باش خرجت ليا ومحنتني وكرفساتني. انا كنطلب من الناس اللي ما دايريناش يديروها، كيشوفوني دابا المشكل اللي طحت فيه انا، المشكل اللي واقع لي دابا واللي طايحه فيه، حيت كانت عندي كنت تعاونوا معايا الناس، وكنت دخلت درت العلاج ديالي. المهم تبع الجمعه تعاونوا معايا، النواحي ديال الحراطه تا هما تعاونوا معايا، كنوجه لهم هاد الرساله. الناس داروا المجهود ديالهم باش تعاونوا معايا، باش داكشي اللي قسم عليه الله عطاه ليا والله يخلف عليهم. ولحد الان انا باقا موجه لهم هاد الرساله، وكنطلبهم من اي بلاصه المحسنين، المهم كلشي تعاون معايا خارج الوطن ولا داخل الوطن ولا منين ما بغى يكونوا، انا موجه لهم هاد الرساله. معاكم حكيمه نواحد الجديدة، وانا كنسكن في الدوار ديال الجمعة، دابا تا الدار اللي في الجمعة خارجة منا، واحد السكنة شغنقول لهم كون شتوها، والله خوتي تتبكي وبالدموع، كون شتو السكنة اللي ساكنة فيها، شوف المشاكل اللي دوزت والمعاناة. انا دابا من نصف رمضان انا خارجة، ما كاينينش تما في داري، فاش كيعيطوا لي الناس ديال الجمعة هذا كنمشي، داكشي اللي قسم الله، والله شاهد عليا، داكشي اللي قسم الله كيعطيوه ليا، حد الآن هاد السيمانة عاد معيطين ليا. المهم عطاوني داكشي على قد الحال، الله يخلف عليهم. دابا راه حتى الماكلة تا هي خوتي المغاربة عندي فيها صعوبة. يعني ولكن النهار اللي كنبقى بالجوع، والله شاهد عليا، إلا كنبقى بالجوع ما كناكلش، يعني وعلى اللي لقيت. فاش كنخرج ندور على الوريقات ولا ندور على شي تحليلات، والله شاهد عليا ما كناكل. علاش ما كناكلش الماكلة الطايبة؟ فهمتوا؟ اللي طايبة في الزنقة أنا ممنوع عليا ما كناكلهاش. وكنوجه لكم اخوتي المغاربه هاد الرساله، والمحسن ولا باغي يدير شي خير يديروا فيا انا، هانتوما كتشوفوا فيا. دابا الوليد ديالي حد الان انا هاضره على المدرسه غادي يخرج ليا منا بسبب المرض. يعني وانا كنكون قايت صحيحه، يعني ولا غنخيط غير هذيك الجليلي بيا اللي قلت لكم ب 1400 ونكافح مع ولدي وندخلو للمدرسه. المهم دروك انتوما انا الرساله ديالي وجهتها ليكم، وهاد الوريقه اللي ما دايرهاش اخوتي المغاربه يديرها تحت في مشكل. باش خرجت لي هاد الوريقه كاين المره يومين ما كناكلش ما كناكل ما كنشرب. يعني تعاونوا معايا الناس اللي كيعرفوني واللي صاروا على هاد الوريقه ولا الوزاره ولا المسؤولين عليها. معاكم حكيم، معاكم حكيم، اسمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين. معاكم هاد السيده حكيمه، حكيمه من نواحي الجمعه، وانا كنسكن تما في الجمعه، السكنه ديالي في الجمعه، ولكن دابا انا خارجه بسبب المرض. يعني وانا خرجت ما بقيتش قديت نسكن تمايا، حنت العلي وخاصك راه خاصك معاناه كثيره، لا بقيت تما راه غنضيع بزاف. المهم انا خارجه هنا كنجري عند الناس وكنطلبهم وكنرغبهم. المهم الا لقيت واحد السيد وقال لي خلص لي داكشي علاش قد في التحاليل، العلي وبقى عندي فيهم 12000 ريال، وانا كنوجه هذه الرساله تعاونوا معايا اخوتي الله يرحم لكم بالوالدين. راه ما باغاش نضيع اخوتي، لا دعت انا غنضيع هذوك الوليدات كاملين. وليداتي حد الان مراد وكيبكي، وكثار هي الولد اللي يعني وباقي صغار من البنات، يعني ومأثر بزاف. دابا انا مخليها غير عاد، والحقيقه كنقولها لكم الله يرحم لكم بالوالدين. دابا ولدي انا بعيد عليه واحد 15 يوم ما كنشوفوش، ما قديش نمشي نشوفو. يعني حتى باش نمشي راكبه ما عنديش. وكنوجه واحد الرساله للسيد اللي حدايا راه كيجيبني مسكين، الله يجازيه بالخير ونتمنوا ليه الشفاء. هادشي اللي كنقول، هادشي اللي كنقول، والله يرحم لكم بالوالدين. المهم هاد الوريقه خوتي تعاونوا معايا، دابا راه حنت عندي الخلاص دابا في كلشي. انا نوجه هاد الرساله تعاونوا معايا اخوتي من داخل المغرب ولا خارج المغرب، انا باغاكم تعاونوا معايا. المهم الناس اللي كيشوفوني عاد الجمعه راه تعاونوا معايا، والله يرحم لكم الوالدين والله يخلف عليكم. ولكن كنطالب بالناس اللي باقي ما عاونونيش تمايا، راه عارفين الوضعيه ديالي كيفاش دايره. المهم الله يرحم لكم الوالدين اخوتي، وجدت لكم هاد الرساله، انا باقا محتاجاكم وباغاكم تعاونوا معايا. العني والجيران مهلين فيا الله يخلف عليهم، جيراني تما مهلين فيا وهازين بيا الله يخلف عليهم، والله يرحم لهم الوالدين. المهم تا هما كيطالبوا الناس اللي ما كيعرفونيش وتعاونوا معايا، ما غنقولش ما تعاونوش معايا، ولكن داك الشيء خوتي المغاربه راه ما كافينيش. العني راه عندي واحد 12 مليون. المهم دابا راه عندي الخلاص، الله يرحم لكم بالوالدين.
المهم كنوجه واحد الرساله خارج الوطن ولا داخل الوطن ولا جمعيه ولا منين ما كانوا، اخوتي تعاونوا معايا، تعاونوا معايا اخوتي، الله يرحم لكم بها الوالدين، الله يرحم لكم بها الوالدين، وشكرا اخوتي، سمحوا لي سمحوا لي، الله يرحم لكم الوالدين. مشاهدينا ومتابعين شوف تي في، كانت هذه هي القصه ديال الحكيمه والمرض ديالها. حنا غنتهيو هذا البث المباشر بعد ما نقول لكم النماري اللي غتصيفطوا لي فيها، هي 06014178878 06014178878، والنمره الاخرى هي 06144304545 06144304545. وبهذا مشاهدينا ومتابعين شوف تي في، نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله.